الطبية بيفوز قالوا لهم ماكو 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 ماكو. لم تكن انتخابات كلية الطب الطلابية أقل سخونة من غيرها من كليات جامعة الكويت، حيث حققت القائمة الأكاديمية الفوز على حساب القائمة الطبية بفارق 47 صوت. قالوا ما نقدر، قالوا ما راح يصير، وصار صار غصبا عليهم. قالوا هذه الوهمية، هذه وهمية، هذه وهمية، لا مو وهمي، كله صار، كله سويناه. يلا مرة مرة أحب أقول ألف 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 مبروك لكل القواعد ومؤيدي القائمة الأكاديمية، مبروك عليكم الأربعمية واثنين صوت، وإن شاء الله نكون قد الأمانة. اللي يستاهل الرابطة خذ الرابطة، دق خشوم على القائمة الطبية، واللي يستاهل الرابطة الأكاديمية، والأكاديمية هالسنة وكل سنة إن شاء الله. أنا وايد مفتخرة بفوز الأكاديمية، إن شاء الله مو آخر فوز، لأن الأكاديمية هي تمثل الفكر الرزين ضد الطائفية ومع الديمقراطية والمساواة والعدالة، وأنا وايد وايد مفتخرة ومستانسة على هالشيء. بينا يا الأزرق بينا، والطبية يبكي يا زينة، يبكي ودموعها زينة، وهي الأكاديمية. بس حابة أقول إن أنا جدا فخورة بقائمتي، قائمة الفكر والمبدأ والعمل، مع اختلافنا، اختلاف الطوائف، اختلاف كل الأشياء فينا، توحدنا مع بعض في حب هذه القائمة وفي حب مبادئها مثل مبادئ الديمقراطية، الاختلاف، تقبل الحرية والعدل، ومنها وإحنا جدا جدا فخورين بكل إنسان اشتغل لهذه القائمة. قائمة فيها السني، فيها الشيعي، فيها البدوي، وفيها الحضري، فيها الوافد، تلقى فيها كل مكونات الكويت، يعني هي عبارة عن عينة صغيرة بالكويت. أحب أبارك حق قائمة القائمة الأكاديمية، هذا الفوز المستحق صراحة عقب سنة كاملة من التعب والجهد، الحمد لله بين نتيجتها اليوم في النتيجة. ألف مبروك حق مؤيدي وعاملين القائمة الأكاديمية، والحمد لله على كل حال. إن شاء الله دائما الرابطة تكون أكاديمية.